من الطاقة، طاقة الحكومة إلى الطاقة، يعني كان لكم مبادرات رائدة، كوب 27، يعني لم يكن أحد يتوقع هذا النجاح الذي حققت مصر في هذا الملف في ظل تحديات اقتصادية، التوجه إلى الهيدروجين الأخضر، يعني مبادرات رائدة في هذا المجال. كيف يمكن أن تلخص لنا فخامة الرئيس هذا الأمر؟ أنت فيصل عشان أتكلم على الحكاية عايز 3-4 ساعات بصراحة، لكن خلينا نتكلم على تبقى على لا 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 فخامة الرئيس نتكلم على بدأ موضوع البيئة والكلام ده. عايز أقول لك بصراحة مش حتى إحنا حضرنا مؤتمر مناخ في باريس في 2015، مش من وقتها يا فيصل. أنت لو هتجد إن إحنا مصر شغالة بتطهر بحيرات مصر وشرفت على الانتهاء منهم بحيرة المنزلة واحدة 250 ألف فدان تم، بقت زي البحر المتوسط، بقت إيه؟ زي البحر المتوسط، وهي كانت ملوثة وعلى بلها 100 سنة من السبع. نرجع تاني بقى للبيئة، فاحنا اهتمامنا بالبيئة ما كانش فقط في إطار إن احنا كنا بنعتبرها أمر ضروري وحتمي إن احنا نتحرك فيه. لما اتعملت شبكة الطرق القومية في مصر كان الهدف منها، اسمع ده الرقم ده، نوفر 8 مليار دولار سنويا حجم الوقود اللي بيستهلك في الإشارات والوقفة في مصر كلها. مالي فانت تيجي تقول، لو جيت قلت الوزير النقل نعمل لك الشبكة ديت بس، يقول لك طب 8 مليار دول مين يدفعهم؟ لو قلت الوزير البترول يقول لك مين يدفعهم؟ لو قلت لأي حد تاني؟ فكلنا كان كفكرة بقى ان الدولة تعمل ده عشان تحل المسألة دي، وال8 مليار دولار اللي بيستهلكوا سواء كان طاقة او وقت يضايع على الناس في الانتظار في كده، او التلوث اللي احنا كنا بنعاني منه واللي الناس كتير النهارده مش حاسه بيه. فاحنا بدأنا كرسميا مع مؤتمر باريس، ثم في جلاسكو في انجلترا السنة اللي فاتت كملنا عشان احنا هنستلم المؤتمر اللي انت شفته فعالياته، وكنا حريصين على ان هو بقى قمة التنفيذ. يعني ايه قمة التنفيذ؟ مؤتمر التنفيذ بقى، لان احنا كلمنا كتير جدا في التعويض والدول اللي مضرة بالتلوث ده، خاصة الدول النامية والفقيرة، وكان مطلوب مننا ان احنا نجهز المؤتمر كويس. انا بختصر الكلام، نجهز المؤتمر كويس عشان نخرج بقرار عملي حقيقي يلزم الدول الصناعية الكبرى من هي تدخل في صندوق التعويضات أو تحمل جزء من الخسائر الناجم عن الدول اللي هي هتعمل برامج للإصلاح البيئي. طب السؤال اللي انت كنت يعني مستنيك تسأله لي، طب ماذا عن الإمارات السنة دي؟ نحن في تنسيق، الإمارات كانت موجودة معنا من قبل ما نعمل المؤتمر، بتشوف احنا بنعمل ايه، عشان هم دايما بيسبقونا.